أهلاً أعزائي المشاهدين، بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح، له كل المجد. من الأراضي المقدسة بحيي كل مشاهد. أنا موجود على مكان مشهور جداً يسمى جبل التطويبات، مكان عزة المسيح على الجبل. في هذه الحلقة رح أتكلم عن قول المسيح: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة، وهذا شيء جميل أنه منصور هذه الحلقات في المواقع الكتابية، المواقع اللي حدثت فيها سواء تعليم أو معجزات يسوع. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أعزائي المشاهدين، أنا موجود أمام كنيسة التطويبات، الكنيسة الجميلة على جبل التطويبات. واليوم رح أتكلم عن تطويبة ذكرها الرب يسوع المسيح في عزته على الجبل. قال: طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. واو، تخيل الناس تسمعها اليوم، وتخيل الناس لما سمعتها أيام المسيح. أيام المسيح كان الشعب في هذه البلاد مستعمر، مستعبد تحت الحكم الروماني، ومستعبد ومقيد بتقاليد بالية، تقاليد كثيرة. فتخيل أنه يسمعوا هذه التعليم الصادم اللي فعلا بغير من كل القلب، وأنه يعتبر غريب على فكر المستمع في تلك الأيام، ولربما أيضا غريب علينا في هذه الأيام اللي بتكثر فيها الحروبات والخصومات وعدم السلام. ما أحوجنا إلى السلام؟ العالم يبحث عن السلام، ينشد للسلام، يصلي من أجل السلام، تترجى السلام، لكن هل من سلام؟ فالمسيح قال: طوبى، هنيئا، يا لبركة، يا لسعادة، يا بختك، يا لغبطة الذين يصنعون السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أحبائي، النبوة قيلت عن يسوع المسيح أنه رئيس السلام، وفي العهد الجديد بنسمع أنه المسيح هو إله السلام، هو أيضا مصدر السلام. وفي أفسس مكتوب أنه سلامنا. واحد من أسماء المسيح، المسيح سلامنا بحسب اللغة القديمة. فالمسيح سلامنا، رئيس السلام، وهو أيضا إله السلام، صانع السلام بحسب أفسس إصحاح 2. فالمسيح جاء وصنع سلام، جاب البعيدين والقريب، صالح اليهود والأمم، صالح الرجال والنساء، العبيد والأحرار. والموضوع من هذا السلام حتى نشبه الله، نصنع السلام بصنع هذا السلام، نصنع هذا السلام في عالم لا يعرف السلام. الكتاب بيحكم بيقول: ليس سلام للأشرار قال رب الجنود. فالعالم حقيقة لا يعرف السلام. مش أنا بتكلم بس عن الحروبات الخارجية والنزاعات الداخلية، كثير مرات إنه إحنا حتى ما في سلام مع نفوسنا، حرب في داخلنا، صراع وتناقض كبير في حياتنا، دايما في صراع، دايما في خصام، مش عم نشعر ولا منتمتع بهذا السلام. فالمؤمن هو اللي اختبر سلام المسيح. مكتوب أحبائي في رومية 5:1: فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. من أجل هذا قال يسوع: طوبى لصانعي السلام. هذه هي الأولوية في حياتنا كخدام، وأيضا هذه مش بس خدمتنا، هذه حياتنا، أن نكون سلام للآخرين يلمسوا هذا السلام في حياتنا. نسعى حتى يتعرفوا على المسيح ويكونوا في سلام، ويختبروا هذا السلام اللي هو فقط في يسوع المسيح. أحباء، المسيح لا ينقض عهد السلام.
كم من الشعوب اللي نقضت السلام، وكم مرة كان في معاهدات ونقضت باسم الدين وباسم السياسة. المسيح لا ينقض عهد السلام، بل الشخص الذي يأتي إلى المسيح ينال السلام وبيختبر السلام الحقيقي في حياتك. ألم يقل المسيح: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. سلام المسيح مش سلام العالم. سلام العالم يمكن مزيف، مؤقت، يمكن سلم، بينقضوا المعاهدة بين بعض. لكن سلام المسيح بركة، وصية، تركها لإلنا حتى نتمتع بهذا السلام. يقول الكتاب عن المؤمنين: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام. والإنجيل الرسائل بتكلمنا أنه حاذين أرجلنا باستعداد إنجيل السلام. والإنجيل الأخبار الصارة اللي نتكلم فيه هي أخبار السلام، سلام حتى الإنسان يتمتع بسلام الله في حياته. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. I think one of the most important things a person can know is that they're made in God's image and God loves them personally, uniquely, individually. He knows and loves you, and this is the most important thing. And second, that love that God has for each person as his child is so strong, so all-consuming. I think of passages like Romans chapter 5, where Paul says, think about this. While you were still ungodly, Jesus died for you. While you were his enemy, Jesus died for you. While you were not an ally of God, Jesus died for you. Now, if God loved you so much that he would let his son die for you when you were not even interested in him and when you were actively opposed to him, think how much more he has invested in you and he is going to hold on to you with all of his might, see you through the difficult times. He wants to do something wonderful in your life and he wants to be real and present. Because he gave up his son for you, specifically, you Nizar, me Claire. And that relationship is not easily shaken. So if we could rest in that relationship, if we can accept how profoundly and how securely God envelops us as his child, we could be set free to love him and to love others and serve them, not out of fear, and not like a slave, but because we've been set free inside. We are his children, not his slaves. And love, his love, is so strong that it should set us free to love one another, even when it's scary, even when it's hard, even when we die to ourselves. But his love is so strong, it is not easily shaken. So it should empower us for good. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. أحبائي، نحن ننشر السلام لعالم معادي لنا ولا يحترم المؤمنين ولا يحترم الكنيسة. مثل ما ذكرت، كم من المعاهدات اللي انكسرت بسبب الخداع والرياء والغش والكذب. يعني كم من المناطق اللي كانت عايشة بسلام وأمن أعطوهم سلام مزيف، سلام غير حقيقي. حتى المسيح نفسه قابل العداوة من الناس، مع أنه رسالته سلام. يعني ما بتشوفش أي تعليم في يسوع المسيح خاطئ، بل بالعكس، يعني وصف بأعظم معلم في هذا الوجود. ومع كل هذا منواجه العداء لما بتتكلم عن سلام المسيح. هذه رسالة المسيح. على فكرة المسيح كان يعني واضح، شفاف، عنده مصداقية بكلامه،
بكل شيء كان بيقوله كان بيعني. في مرة قال جئت لألقي لا لألقي سلاما بل سيفا. المقصود يعني حتى بنفس العيلة في العلاقات واحد بيكون مؤمن بتشوف السيف ضرب في البيت والغير مؤمن بتلاقي بيضطهد المؤمن لأنه عنده سلام عايش حياة أدبية أخلاقية بتمجد الرب، يعني مضطهد من أجل البر ومن أجل إنجيل يسوع المسيح إنجيل السلام. قال يسوع طوبى لصانعي السلام، والكتاب بحرضنا بيقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لا يمكن أحد أن يرى الرب. صانع السلام لا يخاصم، صانع السلام عنده سلام في داخله ممتلئ من هذا السلام، لأنه كيف تعطي الشيء اللي أنت فاقده؟ كيف ممكن تعطي محبة وأنت ما عندكش محبة؟ كيف تتكلم عن السلام وأنت ما عندكش سلام؟ المؤمن أحباء اللي اختبر يسوع المسيح هو في علاقة مع الله، في سلام مع الله، ثم هذا السلام بيكون مع نفسه أيضا، وهذا السلام بيكون مع الآخرين كل من حوله، حتى هذا السلام بيكون مع الخليقة مع الطبيعة مع كل هذا الوجود بيكون في سلام، لأنه المؤمن الحقيقي بيكون يعني بينشر سلام مش بس مع الناس حتى مع الخلائق كلها مع الطبيعة، بيهتم في كل شيء لأنه بيصبح يحب كل شيء. صانع السلام هو ابن السلام، يقول أبناء الله يدعون. تخيل هذا الوصف الجميل، يعني بأبسط تعبير يقول إنه اللي بيتكلم واللي بيصنع السلام بالضبط بيتصرف مثل الله، بيتشبه بالله، لأنه الله هو صانع السلام. الله جاء ليصالح الإنسان، صالحنا بدم صليبه، صالحنا المسيح مع الآب أيضا. فإذا أبناء الله يدعون، يعني أنت بتعكس صورة الله وطبيعة الله وتعليم الله ومبادئ الله وقيم الله مثل حياتك، بتتشبه بالرب وبتتصرف مثل الله، هذا الشخص اللي بيتكلم عن السلام. بتعرف حبائي جاء المسيح وتكلم عن السلام، وفي مرة من جبل الزيتون بكى رثى على أورشليم قال لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. مدينة السلام لم تعرف لم تعلم ما لسلامها، يعني لخيرها، رئيس السلام موجود في وسطها لكن ما عرفت السلام للأسف. وكم من المرات أحبائي يسوع بمر في حياتك من خلال كلمة، من خلال برنامج، من خلال عظة، من خلال رسالة، من خلال جملة، وعم بكلمك وانت عم بترد ظهر معاند للرب. أبناء الله يدعون. أنا بصلي اليوم إنه فعلا مثل ما صلى بولس وليملك في قلوبكم سلام الله، هذا السلام يملك في قلبك وفي حياتك أيضا. ومثل ما تكلم لكنيسة فيليبي وسلام الله الذي يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. فإذا خطة الله للإنسان خلاص وسلام، وإرادة الرب ومخطط الرب لكل واحد أنه يتمتع بسلام، كما قال في نبوة إرمياء لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. أنا بصلي اليوم أنك تتمتع بسلام المسيح اللي بيفوق كل وصف وكل تخيل في حياتك، يغمر حياتك أنت وبيتك، تعيش في سلام. مرة تانية بحييكم إخوتي وأخواتي من جبل التطويبات عند بحيرة طبرية، وكان حديثي اليوم عن قول المسيح طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. طبعا هذا شيء غريب أنه تسمع هذا الموضوع في البلاد،
فالوضع في الأراضي المقدسة ما تغيرش مثل ما كان مثل ما موجود اليوم مهما تطور الإنسان. فالشرق الأوسط بيغلي والدنيا كلها بتغلي حوالينا، وطبعا ما أحوج الناس إلى السلام، تبحث عن السلام. لكن السلام اللي عاوز أختم فيه هو سلام يسوع المسيح. عندما تتوج المسيح ربا ومخلصا وملكا على حياتك تتبرر، وعندها تحصل على السلام الداخلي، سلام مع الله، سلام حقيقي يغير كيانك ويغير حياتك. معناته الظروف مش راح تتغير، لكن الله بيعطيك نعمة، بيعطيك سلام في داخلك إنك تواجه هذه الحياة، تكون رسالة سلام للآخرين. من جبل التطويبات بصلي إن الرب يباركك اليوم.